السلام عليكم. دخلت مؤسسات الدولة في العاصمة صنعاء وفي المحافظات التي يسيطر عليها الانقلابيون مرحلة صعبة من الضيق المعيشي، وأصبح بعض هذه المؤسسات عاجزا عن تأمين المرتبات، وبعضها طلب إليه صرف الحد الأدنى من هذه المرتبات واستقطاع الباقي لدعم البنك المركزي والمجهود الحربي. ويتم حاليا تداول كتابات وصور لأكاديميين اضطرتهم الظروف إلى الالتحاق بمهن لا تتفق مع مؤهلاتهم ومكانتهم العلمية، فبعضهم اختار مهنة بيع القات والآخر اختار العمل في مرافق البناء. وبحسب ما نقل عن هؤلاء الأكاديميين فإن السبب الذي دفعهم إلى ذلك هو نفاد كل ما كان لديهم من مدخرات مع عدم حصولهم على المرتبات التي تصرفها الجامعة، وهي من فئات المرتبات العالمية مقارنة بالكوادر الأخرى في الجهاز الإداري للدولة. ومثل نقل البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن واحدة من الإجراءات الإنقاذية التي أقدمت عليها الحكومة، لكن إصرار الإنقلابيين على عدم الاعتراف بهذا القرار والمضي قدما في تأسيس بنك مركزي منفصل في صنعاء يهدد بعجز حاد في الإيفاء بمتطلبات التشغيل الذي بدأت مظاهره في تأخير صرف المرتبات وخصم نسبة كبيرة منها لصالح المجهود الحربي وعدم توفر رؤية بشأن إمكانية استمرار قدرة سلطة الأمر الواقع على مواصلة دفع المرتبات وتغطية حاجة المجتمع إلى استيراد السلع الأساسية. عن التجريف الحاد للكوادر المعرفية والعقول العاملة في المؤسسات مؤسسات الدولة على اختلافها في ظل سلطة الميليشيا نخصص هذه الحلقة من المساء اليمني. بداية أرحب بضيفي في الاستوديو دكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء. مساء الخير دكتور. مساء النور. نبدأ النقاش مشاهدينا الكرام، لكن بعد أن نتابع بمعيتكم هذا التقرير. القحط الميليشياوي يعصف بكل مظاهر الحياة في اليمن، ضرب في أنحاء المؤسسات والمرافق ويكاد يهددها بالتوقف، وبلغ ذروته في الجامعات التي يغادرها أساتذتها بحثا عن فرصة للعيش في مجالات لا يتوقعها أحد. مؤشرات هي الأسوأ على انحدار المعيشة وعلى حجم الألم الذي يسيطر على مئات آلاف العائلات في العاصمة والمدن والريف من الذين مسهم الضر ولا يرون الخلاص قريبا. من بين هذه المؤشرات إقدام بعض من أفضل أساتذة جامعة صنعاء على مغادرة الحرم الجامعي بحثا عن مصدر دخل جديد يقيم أودهم ويفي بحاجة عائلاتهم إلى لقمة العيش. لم يتبقى إلى اليسير من المهن العضلية والبدائية التي يمكن أن توفر هذه الفرصة، فالقحط الميليشياوي أوقف المشاريع وأطلق اليد للسوق السوداء تعبث بكل شيء بدءا من السلع الأساسية وانتهاء بالوظائف والرواتب. نشر هذا الأكاديمي في صفحته في الفيسبوك اعتذارا لطلابه في قسم الاجتماع لأنه قرر أن يخوض تجربة بيع القات، واضطر آخر إلى الالتحاق بأحد معامل صناعة الطوب الإسمنتي. هذه المظاهر الصادمة هي نتاج عامين من السطوة الميليشياوية على الدولة ومؤسساتها ومقدراتها. لم يعد في البنك ما يكفي من النقود لصرف المرتبات، ولم يعد في السوق ما يكفي من النقود لشراء المستلزمات، ولم يعد بحوزة المؤسسات ما يكفي للإيفاء بمرتبات موظفيها. تدفع جامعة صنعاء ثمن السكوت على ملشنتها والسطو على مكانتها وقدسيتها العلمية والأكاديمية، مثلما يدفع اليمن ثمن سكوته على مخطط إسقاط الدولة الذي كان يمضي قدما بأهداف واضحة وكان الجميع يغمض عينيه لعل في مخطط الانقلاب هذا ما يسمح بإزاحة هذا الطرف أو ذاك من الطريق الذي زاد انسدادا. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام وبضيفي الدكتور عبد الباقي شمسان. دكتور، يعني ميليشيات الانقلاب تصل باليمني إلى مرحلة صعبة، هناك ضيق معيشي. إذا ما بدأنا بالحديث عن اللحظة الراهنة، هل هي ناتجة عن مدار عامين من الانقلاب أم أنها أحداث مفاجئة بالنسبة لليمن؟ طبعا هي الاثنتين. طبعا هناك سوء إدارة شؤون المجتمع، وهناك جماعة تتعامل باللامسؤولية تجاه الشعب اليمني. انعكس الانقلاب على كل المجتمع اليمني من حيث استنزاف موارده في البنك المركزي، من حيث استيلاء على الأموال، الاستيلاء على الوظائف، لكن أكد أقول لك أن هذه العملية ممنهجة. استهداف جامعات صنعاء عمل ممنهج في إطار ما يسمى خلق الكيان الموازي، بمعنى هناك الآن كيان موازي في مؤسسة الاستخبارات، هناك كيان موازي في الجيش، هناك كيان موازي في مؤسسة الدولة، هناك في المؤسسات المدنية الخدمية، أيضا جامعات صنعاء لابد من إحداث كيان موازي في حال ما ذهبت إلى تسوية أو إلى عودة السلطة
يصبح لجماعة الإنقلابيين جماعة غير مرئية قد تم تثبيتها وتوظيفها، وبالتالي ستعمل مع التسوية القادمة ولن يتم التناصف بها، سيتناصفون على شيء آخر، مما يجعل هذه الجماعة تشبه جماعة فتح الله جولان هنا في تركيا. وبالتالي نحن أمام الحوثيين كانوا يعملون كيانات موازية في كل الأحزاب، كان لديهم أذرع تنتمي لهم ويتحدثون عن الديمقراطية، يتحدثون عن وهم موجودين في الأحزاب المعارضة في السلطة، وهو عمل مدروس وفي المؤسسات العسكرية. الآن يعملون على هل تقصد دكتور ما يعرف بلوبي الهاشمية السياسية الموجود؟ اللوبي لها معنى آخر، اللوبي بمعنى جماعة ضغط معروفة وتستطيع تمارس الضغط، معروفين لوبي الضغط، يستطيع أن يمارس لوبي الضغط، يعتبر عمل شرعي في إطار صناعة القرار والتأثير فيه. لكن هذه جماعة تتبع كيان خفي غير معلن، مثلا يعمل في الاستخبارات ويعمل في إطار الجمهورية، لكنه يقوم بأداء مهام استخباراتية لجماعته. في جامعة صنعاء المخلوع صالح ماذا فعل؟ قام بتعيينة أمنية في المؤسسة الجامعة بإفراغ الجامعة ومنظومة فساد، وقام أيضا بإفراغ الجامعة من الحريات، بمعنى رئيس الجامعة يعين، العمداء يعينون، بالتالي أنت تعين الجماعات الموالية، وقام بتعميم الفساد بمعنى جعل الجامعة غير قادرة على أداء دورها المجتمعي في إحداث التغيير، وبالتالي إلغاء أو إقصاء النخب الفاعلة وطلوع نخب مشكوك في شهادة الجامعية وولاءاتها السياسية، ولا تستطيع التمييز بين العمل النقابي والعمل السياسي، وغير قادرة على مواكبة التحديث لأنها هناك أيضا شهائد مزورة في الجامعة هناك إلى آخره. من هنا كان المخلوع صالح يلعب تحت هذه الستر. جاءوا الحوثيين بعمليات لا تختلف عن حولوا جامعة صنعاء إلى يعني مديرية محلية، حولوها إلى مؤسسة عسكرية من خلال تعيين دكتور شكلا. لكن إذا نظرت من الرئيس الفعلي هو رئيس اللجنة الإنقلابية اللي يسمى الثورية في الجامعة، ثم وضعوا نائب لرئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية. أي التعيينات الترقيات تتم عن طريقهم، بالتالي أنت وضعت المسؤول الإدارة المالية، المسؤول المالي، النائب الأكاديمي مهم، شؤون الطلاب، أنت سيطرت على مفاصل الجامعة في التعيينات، في الترقيات، في الفصل، تقوم بإدخال بمن شئت من تعيينات برؤساء أقسام، وهذا للسيطرة على الجامعة. وبالتالي هذا العنصر نحن نبهنا زملائنا في الجامعة في فترة سابقة، وقلنا لهم أنه وللطلاب، لأنه هناك ثلاث عناصر ما يسمى في العملية الأكاديمية، ليس الأكاديميين فقط، الموظفين والطلاب وهيئة التدريس، هؤلاء ثلاثة عناصر العملية التعليمية الأكاديمية. بالتالي ينبغي أن يكون هناك وعي ناضج لدى ثلاث فئات لإحداث فعلا أكاديميا، لإحداث فعلا سياسيا داخل هذه المجموعة أو نقابيا. وبالتالي سنلاحظ أن هناك عمليات ممنهجة، وكان هناك نوع من التواطؤ نظرا لماذا هناك كثير ناس يقول الجامعة كان هناك ليس تواطؤ، ولكن كما تعلم هناك جماعة المخلوع صالح سلم الجامعة وهو مسيطر عليها أمنيا، وقد تم إقصاء كل الكوادر. بالتالي هذه الجماعة التي تريد أن تعود إلى فعل ما يسمى فعل منتظم بحاجة إلى وقت لعودة ترتيبها، ما زالت بدأت تترتب بعد الثورة الشبابية لتعود يعني الشخصيات الجيدة، جاء انقلاب سبتمبر. بالتالي كنا نقول لهم لا، أنا على سبيل المثال عندما انسحبت من الجامعة كان دخلت يعني بالجامعة فإذا بطفل صغير في البوابة يعطيني ورقة فيها توقيع لدخول الجامعة، فكيف لي أن أدخل الحرم الجامعي بورقة عبارة عن قطعة صغيرة بهذا الشكل كأنه شيخ قبيلة ليسمح لي بدخولي بسيارتي؟ فهذا لا يجوز، بالتالي انسحبت وأقسمت ألا أدخل الجامعة وهناك طفل صغير يحمل السلاح في بوابة الجامعة. قلنا لزملائنا في السابق، قلنا لهم كيف يمكن لكم أن تصمتوا؟ ليس لكم تأمينا صحيا، ليس لديكم مرتب كافي، أنتم بلا أراضي. كانت في الجامعة صنعاء ميزانية أحد المطاعم في العاصمة يعني مبلغ مهول للعزيزين، لا توجد ميزانية للمكتبات، كان يبعث رئيس أحد رؤساء الجامعات بالشخصيات الأمنية إلى القاهرة لشراء الكتب وهو يسفرهم فقط حتى يأخذوا بدل سفر. نحن أمام فساد، لا توجد داتا داخل جامعة صنعاء، داتا للناجحين والراسمين حتى يتم تزوير شهايد، بالتالي أنت عندما يكون لديك معلومات وضبط، جاءت الجامعة وهي غير قادرة على القيام بدورها
المجتمعي بإحداث التغيير أو دورها في توعيته. لهذا ستلاحظ النخب الأكاديمي أصبحوا موظفين وليس أكاديميين، بمعنى أنه ينتظر مرتبه الشهري فقط وأصبح موظف. دخلوا الحوثيين، انتهكوا الجامعة، جاء رئيس جامعة يرتدي لبسا عسكريا ويزيل رئيس الجامعة المعين، ثم يقوم بتعيين جماعتهم، ثم كان رئيس الجامعة السابق أيضا عندما يعطي أوامر يوجهها إلى مسؤول اللجنة الثورية في الحوثيين ليقول له هذا لا يتناسب هذا يتناسب، والذي يحكم الجامعة كان اللجنة الثورية. طيب. إذن هناك لابد، أنا أكمل الفكرة فقط، لابد الآن في هذا التوقيت أن تلعب النقابة دورا أساسيا، لأن أنا أعرف أن هناك تهديد لحياتهم، أن هناك جماعة لا تعترف بحقوق الإنسان. صحيح أنهم هم الذين الصموت منذ البداية هو الذي قادنا إلى أن أصبحوا لا يستلمون مرتبات وأصبحوا موظفين ينتظرون مرتب الشهر. نحن قلنا على النقابة، هناك أيضا رئيس النقابة قد تعرض أيضا للاختطاف وللتهديد وإلى آخره. نحن نعرف أنه كان هناك ترهيب وهناك كان خطف، ولكن إذا كان هناك حياة جامعية وليس موظفين كان بالإمكان التأثير وجعل الجامعة مستقلة. طيب دكتور، يعني الأمر وصل إلى ما فوق اعتبار الأكاديمي مجرد موظف، هناك حتى أكاديميين لم يسلموا رواتبهم توجهوا إلى ممارسة أعمال يدوية. يعني ممارسة الأعمال اليدوية ليست مشكلة أو معيبة في حق الإنسان، لكن الفكرة أن هذا الأمر لا يتناسب مع مؤهلاتهم التي يمتلكونها. هذا الأمر ما الذي يشكله من خطورة؟ هذا له خطير على مستوى قيمة العلم. كما تعلم اليابان عندما تريد أن عندما وضعت مشروع النهوض ركزت على العلم. عندما يتم هناك قدسية للمعلم، قدسية للتعليم، هنا المجتمع عندما يراهن على التعليم يراهن على احترام المعلم ليس فقط في الجامعة، يبدأ من المدرسة من الروضة. هؤلاء يعني في ألمانيا على سبيل المثال عندما طالبوا رفعت مرتبات المستشارة الألمانية للمدرسين الابتدائية، فقاموا بعض الشخصيات تحتج، قال يعني هؤلاء اللي درسوكم لازم أن يستلموا هم مرتبات بشكل كثير، أن يقابلوا بالتكريم. لذلك يعني عندما يتم أستاذ جامعي يذهب إلى العمل هذا يؤثر. كان في السابق المخلوع صالح يتحدث والحوثيين أيضا يتحدثون، قال يعني عندما خاطبهم بنظرية كالعصيد في جمنة، نظرية علمية يعني هو نوع من احتقار النخبة الأكاديمية. عندما أيضا هذا التعامل، عندما في إحدى المرات كان بعض يدرسون في مؤسسة عسكرية وكان بعض الضباط خائفين من الأكاديميين، فقال لهم المخلوع صالح لا تخافوش يعني الصلعات تساوي 10,000 يعني اشتروهم. يعني نظرة فيها نوع من دونية الأستاذ الأكاديمي. هذه تنعكس على التعليم عندما يكون الأستاذ يعمل ليس فقط في الجامعة، عندما بدأ كمعلم ثم يشتغل سياق تاكسي ثم معلم في الثانوية العامة وهو يقوم بدروس خصوصية ثم مدرس في الثانوية العامة وهو يعمل في محل أو إلى آخره، هذا يقلل من شأن التعليم. يعني عندما أرادت أندونيسيا وماليزيا أن تنهض صناعيا ركزت على الجامعة على المنهج الدراسي على التعليم. لابد الأستاذ الجامعي عندما يستلم مرتب لا يستلم مرتب لأنه موظف، يستلم مرتب مقابل قراءة. أنت عندما تستلم مرتب عالي بمعنى ماذا؟ بمعنى أننا وظيفتي لست أن أحضر الصباح ألقي محاضرة، مرتبي أخذه العالي هذا أنه كل تركيزي على تحديث العلم مواكبة التطورات، لدي إنترنت لدي كتب أستطيع أشتري مكتبة عندي اشتراك في الدوريات، أنا مطالب مني بحث كل فترة بحث وإلا أتوقف عن التعليم. لكن نحن الآن في الجامعة صنعاء يعني هناك كان نوع من يعني كان هناك استهداف منهجي للتقليل من أهمية المؤسسة المدرسين الأكاديميين ومدرسين الابتدائي، لأنه إذا احترمت الأستاذ في الابتدائية والثانوية إلى الجامعة الطالب يبدأ يطمح يكون دكتور. عندما ينظر الطالب في مرحلة ابتدائية أن الأستاذ الجامعة أصبح يعمل في هذه المهن، وأنا أعتقد أن الزملاء الذين عملوا هذه البوستات هم أيضا يعني أعلنوا نفير عام لاستنفار وربما لإحداث حراك، وبالتالي إذا كان هناك مناخا صحيا لدى الطلبة ولدى الموظفين عليهم أن يحدثوا فعلا مقاوما، خاصة وأن الجيش الوطني على تخوم صنعاء. وأعتقد أن قطع المرتبات وهذه الإهانات التي مست أهم شخصيات، يعني أنا لا أتحدث كوني أكاديمي، لكن المجتمع اليمني لا يمكن له أن يحدث تغيير إلا ما يسمى باقتصاد المعرفة، أي أنه يركز على التعليم على بناء العقل. وعندما يصبح اليمن الآن لدينا 2 مليون طفل خارج التعليم، ولدينا إيقاف العملية التعليمية، ولدينا أساتذة جامعة تحولوا إلى موظفين ثم تحولوا إلى مهن أخرى، هذا يقلل من القيمة
للأستاذ في الجامعة، وبالتالي يصبح يقول لك لماذا أذهب الجامعة، أنا مرتبي ضعيف، أنا سأتحول إلى بائع قات أو إلى عامل إلى آخره. بالتالي أعتقد أن هذه العملية مؤثرة، لكن جانبها الإيجابي ينبغي أن نستثمرها لتحريك ما يسمى أطراف العملية الأكاديمية، الموظفين والطلاب والهيئة التدريس، لإحداث فعلا نقابيا وفعلا سياسيا وفعلا مجتمعيا وفعلا يدافع عن الحرية لمواكبة. لأن شوف أنت الآن وصلت لمرحلة مهدد بالوجود، وأنا يعني أصبحت حياتك في خطر، أصبحت مهدد في حياتك في لقمة عيشك، وأنت تعتبر في أعلى سلم وظيفي يعني أكاديمي. بالتالي عندما يصل، كيف للطلاب أن يقبلوا أن يصلوا مدرسيهم إلى هذا المستوى؟ أعلم أن الطلاب في وضعيات صعبة وأنهم يعانوا من التسجيل، لكن أيضا إذا كان هناك من مناخ صحي أكاديمي لا يقبلون على مدرسيهم أن يتحولوا إلى هذا الشكل، لا يقبلوا الموظفين أيضا بأن يكونوا أعضاء. شوف إذا كان الطالب الموظف يحترمه، والطالب يحترم المدرس، والمدرس يتحترم الطالب كطرف يمكن تعليمه وليس نظرة، هنا عملية تكاملية في العملية التعليمية، هنا سنحدث فعلا. ولهذا أعتقد على نقابة هيئة التدريس أن تتحرك الآن مهما كانت التضحيات. نحن بحاجة يعني الآن إذا استمر هذا الخنوع، نحن تحدثنا قبل عامين وقلنا لزملائنا في الجامعة قبولكم بتفتيشكم بالبوابات من قبل أطفال بمسلحين، وخضوعكم وكذلك قبولكم بدخول اللجنة ما يسمى بالثورية، أنا لا أقول الثورية، باللجنة العنصرية السلالية التي تقوم بالتمييز بين المواطنين الذين سيطروا والآن قاموا بتعيينات، عليهم رصد كل التعيينات والترقيات، كل التعيينات والترقيات التي ربما تكون معظمها غير خاضع على الشروط. هناك رئيس جامعة وضعوه شكلا وبالتالي لبس رداء عسكريا، وهذا يعني قام بعد يعني بانتهاك. طيب في هذه النقطة يعني هناك يعني تعرف الجامعة بأنها محرك للتيار المدني بداخل الدولة. الآن عندما يرتدي رئيس جامعة بزة عسكرية ويقمع الأكاديميون والنقابيون بداخل هذه الجامعة، ما الذي سيشير وما الذي سيبعث من رسائل بالنسبة لبقية المجتمع؟ أعتقد أن علينا نحن كنا في الخارج بالتنظيم مع النقابة أن نحرك ما يسمى يعني المؤسسات والتكوينات الأكاديمية الدولية، اللي يعني لا نحب إحنا الضرر بجامعة صنعاء، ولكن الآن أصبحت جامعة صنعاء تقريبا خارج التصنيف، لأن هناك الآن ميليشيات تحكمها كثكنة عسكرية. زملائنا الآن رهائن في الجامعة، وبالتالي أنا لا أعاتبهم على قبولهم رهائن، لأن الجامعة وصلت إلى الحوثيين وهي منهكة، لأنه كان المخلوع صالح يهيئها لتوريث ولده السلطة، وبالتالي الجامعة هي الوحيدة المؤسسة التي ربما تحدث انتفاضات وثورة، وبالتالي قام بتعيينات أمنية، قام بإفراغها وسيطرتها، وهناك كانوا دكاترة يطالبون بتسجيل المحاضرات وإعطاها للسلطة، كان هناك من وصل به الحد من الذين يتبعون المخلوع بأنهم طالبوا، وأنا أحد الذين أعدوا أول تقرير عن الحرية الأكاديمية، ولدي وثائق مسجلة وورقية بأن هناك من أعضاء هيئة التدريس من الأتباع المخلوع صالح الذين طالبوا بتسجيل محاضرات زملائهم، وأعتبروا الموضوع عادي. بالتالي وصلت الجامعة إلى الحوثيين وهي غير قادرة على أن تلعب دورها الأكاديمي في إحداث التغيير المجتمعي من هنا، لكن كان ما زالت فيها نوع من يعني الحياة. قبول الزملاء الآن ما زال الوقت مناسب، خاصة وأن هناك يعني الوضع، إذا كان الآن المدرسين الذي تم تجرأوا وكانوا لديهم الشجاعة، وأنا أعلم أن العديد منهم الآن في وضعية حرجة، عليهم الآن أن يصمدوا في الجامعة وأن يوقفوا يعني أن يعيدوا اعتبارهم من المجتمع، حتى يتم أن يكونوا هم قادة وطلائع المجتمع اليمني، هم والشرفاء من الطلاب للتظاهر والوقوف. نحن أمام ميليشيات مسلحة، لكن أيضا لا يقدموا على هذا الفعل إلا بالتنسيق معنا في الخارج والتنسيق مع مؤسسات دولية أكاديمية، حتى يتم تسليط الضوء إعلاميا مع بعض القنوات ومع مؤسسة الأكاديمية الدولية ومع الشخصيات الأكاديمية، وحتى مع سيدة نوبل توكل كرمان ومع جميع الشخصيات المعروفة لنتزامن إعلاميا مع ما يحدث في الجامعة، حتى لا يتم تقليل من الانتهاكات. لذلك نحن أمام خطر كبير، وعلينا
أن يتم التنسيق، وأنا أدعو رئيس النقابة الآن للتنسيق معنا في الخارج، نحن الأكاديمي الذين قد تم يعني استبقنا هذه اللحظة وغادرنا البلد، لأن كنا نستشرف ماذا سيحدث بالتدريج. عليهم أن لا ينتقلوا إلى الفعل المقاوم إلا بالتنسيق مع المؤسسات الإعلامية وبالتنسيق مع بعض الأكاديمي بالخارج، حتى يتم التواصل وتسليط الضوء الإعلامي وتصوير ما يحدث يعني البقاء في الحرم الجامعي ولإحداث تغيير، لأن الموضوع وأعتقد أن ذلك سيشجع السلطة الشرعية بالتقدم نحو العاصمة صنعاء، وهناك المواطنين بحاجة إلى فقط من يحفز، أن الجماهير عندما تجد أن الفئة التي الرافضة واسعة متى يكتشفها؟ عندما يجد هناك احتجاجات في الشارع، أن هناك من يشاركه هذا الهم، أن هناك شريحة واسعة والجرأة. لكن أول ما نشوف أن هناك شريحة واسعة وأنها تشاركه نفس الهم سينضم إليهم. طيب في هذه النقطة دكتور، هناك من يقع أو من يضع عوائق أو حواجز حوله من قبيل أن من يواجههم الآن ليس دولة محترمة تهتم بشأن العام، فبالتالي يمكن لهم بذلك أن يخرجوا بمظاهرات تحترم فيها حقوقهم، لكن الآن الوضع أصعب، هل ذلك يمثل فعلا حاجز أم أن الأمر ليس كذلك؟ أعتقد أن نحن أمام جماعة ضعيفة الآن، هناك واهم من يعتقد أنها قوية، لأنها لو كانت قوية لما استخدمت هذه القوة ولما استخدمت السلاح القوي، لا يستخدم السلاح، هذه جماعة ميليشياوية ليس لديها مشروع، الذي لديه مشروع لا يهدم المؤسسة الأكاديمية ولا القضائية ولا مؤسسة الدولة، لديه مشروع يقوم برعاية المواطنين وحمايتهم وتحقيق طموح يعني آمالهم واحتياجاتهم. نحن أمام جماعة أصبحت مهزوزة وليس لديها الآن، صحيح أن لديها استراتيجية من خلال سنلاحظ لديها استراتيجية من خلال ضرب رفع مستوى الصواريخ العربية السعودية، مستوى إدخال المجتمع الدولي إلى الملاحة البحرية، من خلال الإدارة الإعلامية، من خلال ما يسمى الذراع الحقوقي الذي يحاول تشويه الرأي العام حول انتهاكات حقوق الإنسان، لديها ذراع لديها ذراع إعلامي يشتغل بالتنسيق بين العراق ولبنان. نحن بحاجة أيضا إلى السلطة الشرعية أن تلعب دورها الآن، هي التي لم تتخذ موقفا بعد يعني طرد الرئيس الجامعة السابق وانتهاك الجامعة، لم نسمع بالسلطة الشرعية أن اتخذت موقفا، لم تحملهم المسؤولية. نحن نطالب الآن بهذا التوقيت، لأن ما الذي سنخسره الآن؟ هل يموتوا الأكاديميين في البيوت يعني ينتظرون الموت حتى يأتي لأبنائهم، أم يوقفوا موقفا وطنيا على الأقل يغسل يعني يكفر عن سكوتهم في مرحلة سابقة؟ نحن كافحنا الفساد في مرحلة سابقة ووقفوا ضدنا وتحولنا إلى المحاكم وكنا مجموعة أكاديميون، واكتشفنا أن هذه الجامعة ليس لديها ميزانية للمكتبات، لأن هناك فساد في التعليم عن بعد، أن هناك مليارات تسرق، وأن هناك 4 مليار حولت لانتخابات 2006 من جامعة صنعاء، وأن هناك الموازي يسرق، وأن هناك فساد مدقع، وأن هناك يعني توظيف لا وطني للكوادر، توظيف لا وطني للكوادر. في هذه النقطة دكتور، الأمر يتسع النطاق فقط الأكاديميين، لربما هناك تجريف لكل من له علاقة بالمعرفة. دعنا نشرك في حوارنا وكيل وزارة الثقافة الأستاذ عبد الهادي العزعزي معنا عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ عبد الهادي. أهلا وسهلا أخي. أستاذ عبد الهادي، هناك نوع من الإقصاء الممنهج والمحاربة المستمرة من قبل الحوثيين لكل من هم قادرين على إحراز وتشكيل رأي عام ونهوض بمستوى اليمنيين المعرفي والثقافي والعلمي إلى آخره. هذا الأمر إلى متى سيستمر في حال لم تتوفر أولا ما هي إشكالاته الواضحة وكيف هي مظاهره الأساسية، وإلى متى سيستمر في حال لم يكن هناك حد له؟ في البداية أعتقد أن مناقشة موضوع الكادر ومناقشة موضوع الدولة ومناقشة موضوع المؤسسات هذا خارج سياق هذه الجماعة، هذه جماعة إيديولوجية تعتمد بشكل أساسي على جماعة الولاء، الولاء لا أقل ولا أكثر، وهنا الولاء داخل هذه الجماعة أيضا محدد سلاليا، أيضا هنا ولاء انتقائي مركب داخل هذه الجماعة، وبالتالي الحديث عن الجامعات عن المراكز الأخرى أعتقد هذه خارج سياق، هذه الجماعة دينية تقليدية تمارس السياسة بالعنف، وبالتالي تحت هذا التعريف يظل آليتها وحركتها هي لا يهمها المجتمع
ولا يهمها الغد، وهي تبحث في جانب واحد في كيفية تقوية جانب الميليشياوي العسكري ومزيد من الاستحواذ، وبالتالي كغيرها من الجماعات، بالإضافة إلى كونها جماعة انقلابية. فوق هذا وذاك هي أساسا لا شرعية الوجود هي التي تحركها، وبالتالي الجماعات اللا شرعية في العالم تنتج لا شرعية ممتدة. طيب الآن هناك نوع من الهجرة من قبل أصحاب العقول لما يقومون به نحو تحسين الوطن، وهناك بالمقابل إحلال لأناس ليست لديهم أي خبرة أو أي علاقة بالمكان أو الموقع الوظيفي الذين يعينون فيه في مؤسسات الدولة. هذا الأمر كيف سيؤثر على المستقبل أستاذ عبد الهادي؟ في هذه المسألة، مسألة المستقبل ومسألة ما مدى صحة هذه الإجراءات وعدم صحتها أو مسألة الهجرة، أعتقد أن مسألة الهجرة متراكمة لدى الخبرات اليمنية عموما في مختلف مؤسسات الدولة. كان سببها الأساسي أولا الكادر، واثنين جماعة الولاء التي اتجهت لها السلطة اليمنية سواء في فترة نظام صالح وبالذات منذ 2000 وما تلا، وأيضا في هذه الفترة تضاعفت المسألة أو وتيرتها أصبحت مرتفعة بالنسبة لهؤلاء. وكيف سيؤثر وما هي معالجتها هذه القرارات ووضع الاستثنائي لن يستمر إطلاقا بمجرد أن تعود السلطة الشرعية إلى البلد، سوف تعيد علاج هذه المسألة لأنها سبق للرئاسة أن أصدرت قرارات باعتبار كل قرارات الجماعة التي صدرت منذ دخولها صنعاء في 21 سبتمبر 2014 وما تلاها قرارات شرعية. طيب الآن أستاظ الفلسفة ظهرت له صور وهو في مصنع بلوك، الأكاديميين في كلية الآداب أصبحوا أو أصبح أحدهم في سوقات كما وجه لطلابه، ما الرسائل التي يريد هؤلاء الأكاديميون توجيهها بعد اتجاههم إلى أعمال يدوية؟ اتجاههم إلى أعمال يدوية، نحن داخل وضع استثنائي أوقف حالة العقل وأوقف النمو الطبيعي داخل المجتمع، هناك حالة غير طبيعية، حالة حرب داخل البلد. صنعاء أصبحت شبه مهجورة، يعني الآن صنعاء تماما أفرغت من كل النخب، سواء من النخبة السياسية من النخبة الثقافية سوى من يستطيع أن يتحول إلى أداة بيد الجماعة. هذه الجماعة لديها أطفال جرى تعبيتهم، هم المشرفين على هذه المؤسسات، أنشأوا هيئات موازية لكل مؤسسات الدولة شبيه بالتي أنشأتها إيران في بداية الثورة، وبالتالي عملت إحلال داخل كل هذه الجهات وأتت بهؤلاء، وهي الآن تدير البلد بهؤلاء، وما على البقية إما أن يكونوا أدوات بيد هذه الجماعة أو يغادروا، لا حل آخر. إضافة إلى الكارثة التي حلت الآن وهي قضية المرتبات والأجور التي تجري، إضافة إلى ما ذكر الدكتور من الفساد المتراكم من حيث ما مدى شرعية الرسومات الجامعية هي مغطاة بالدستور السابق أم لا، هي إجراءات خارج الدستور فرضتها الحكومة فيما يخص التعليم الموازي وغيره، هناك مليارات تذهب هباء منثورا، وهي كانت وجهت على أساس إشراك المجتمع في مسألة دعم الجامعة وأيضا دعم عمليا، لكن كل هذا مباشرة يجعل العبء الأكبر على ميزانية الدولة من جانب، وهذه المبالغ لا يحاسب أحدا عليها ولا ندري كيف تصرف بشكل عام. إذن أشكرك وكيل وزارة الثقافة الأستاذ عبد الهادي العزعزي. دكتور عبد الباقي شمسان، قبل أن تعقب على حديث الأستاذ عبد الهادي سنذهب إلى فاصل قصير بعده نستهدف النقاش. مشاهدينا الكرام ابقوا معنا، أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. نعود إلى الحوار مع دكتور عبد الباقي شمسان. دكتور، هذا الأمر لم يقتصر فقط على الجامعات، هناك الكثير من قطاعات الدولة أيضا كانت يعني في مناطق سيطرة الانقلاب شهدت توترات واحتقانات غير مسبوقة، هل هناك تحول أيضا في مشهد التعامل الناس الذين كانوا ينؤون بأنفسهم عن مواجهة الانقلاب في التعاون معه؟ طيب أولا نحن نعلم أن الكيان الموازي في كل مؤسسة الدولة، يعني هناك كثير من نفس السلوكيات والإجراءات في كل مؤسسات الدولة، ولكن لأنها الجامعة وهي أيضا تعتبر مؤسسة هامة من مؤسسات التغيير، من مؤسسات يسموها المؤسسات المجتمعية،
ودعني لو سمحت بس أعقب على صديقي الدكتور العزعزي بأن نحن لا نتحدث عن دولة المؤسسة، نحن نتحدث عن الجامعة كوظيفة مجتمعية بمعنى أنادي. كنت أتمنى، أنا أقدر زملائي الذين ذهبوا إلى هذه الأعمال، بس كان بالمفروض أن يعلنوا أنهم ذهبوا إلى معارك الفعل السياسي والثقافي وقاموا بإحداث تغيير وليس السكينة والعودة إلى العمل اليدوي. طيب هل كانت رسائلهم غير مباشرة بهذا المعنى؟ الرسائل هذه إذا كانت، أنا أعتقد إذا كانت هدفها فقط التحفيز ولكن المشروع الحقيقي هو الانضمام إلى إحداث تحول أو الانضمام إلى ساحات المقاومة الوطنية المدنية أو غيرها، فأعتقد أنها سليمة. أما إذا قاموا أساتذة الجامعة بالذهاب إلى عمال يدويين وإلى بياعين محلات فنحن أمام دمار شامل. نحن غير لن نتوقع من هؤلاء الذهاب إلى أدوات ولن نتباكى على ذلك، نحن نتوقع منهم مواقف وطنية تتحول إلى أفعال وطنية تتناسب مع مكانتهم في المجتمع. مكانتك في المجتمع ألا تعلن أنك ستعود إلى بايعقات أو إلى عمل يومي، عليك أن تعلن أنك انضميت إلى فعلا سياسيا أو فعلا نقابيا أو رافضا أو انضميت للمقاومة أو انضميت نحو أي تكوين لمقاومة الإنقلاب، لأن المطلوب منك لا تتحول إلى عامل يومي. وهذا نحن صحيح نشعر بالأسى ونشعر بالألم، ولكن المطلوب منكم لا تتحول ذلك، نحن لا نتوقع منكم ذلك ولسنا بحاجة، نحن نتألم صحيح، لكن المطلوب منكم أن تحدث فعلا مجتمعيا بالذهاب إلى المكان المناسب. الذهاب ليس إلى بيع القات ليس عيبا، ولكن هذه سكينة. صحيح أن هناك ظروف قاهرة وأن هناك التزامات عائلية، لكن أيضا عليه حتى لو كان ذهب إلى سوق القات ويكون سريا، وعليه أن يعلن أنه وأن يعمل في سياق مناضلا وأن ينضم. نحن لسنا بحاجة إلى أن نستفز إلا إذا كان هذه الرسالة وهذا الإعلان هو نوع من التحفيز لإحداث تغيير، فأنا أؤيد ذلك. أما إذا كان توجها يعني توجه وخيار فنحن أمام كارثة. طيب على الجامعة في هذه النقطة دكتور، في هذه النقطة هل هناك ترتيب معين لاستيعاب هؤلاء بشكل أو بآخر من قبل من هم يعني سبق لهم خوض تجربة معارضة الانقلاب، وكذلك من ناحية أخرى من ناحية الحكومة الشرعية أو ما شابه ممن يجب عليهم في نهاية المطاف الاهتمام بشؤونهم؟ أنا أعتقد إحنا قلنا في أحد المقابلات هنا وقلنا للسلطة الشرعية يعني هناك الآن توجه من قبل الانقلابيين بخلق الحالة الليبية بمعنى إيجاد حكومتين وسلطتين، وسأعطي بعض المؤشرات ولو خرجنا من الموضوع لكن أعطي كيف تعمل استراتيجية الانقلابيين. الآن هناك ضرب للبارقات الأمريكية بمعنى يعني استدعاء للبوارق الدولية الروسية والأمريكية لحماية الملاحة الدولية، وهذا سيؤدي إلى إخراج دول التحالف وتغيير أوراق اللعبة وبالتالي إيقاف المعارك والتسوية، وهناك حكومتين هنا في المناطق الانقلابية وفي السلطة، وهذا يدعو إلى إيجاد تسوية تقوم على التناصف، وهذا هدف خطير. بالتالي قلنا للسلطة الشرعية عليها أن تسرع بتفعيل إجراءات ووظائف البنك المركزي، وعلى الدولة أن تسلم مرتبات لهؤلاء الدكاترة وعددهم بطريقة سرية بطريقة معلنة، بتسليم مرتباتهم بتقديم مساعدات باستهدافهم عن طريق كل الوسائل. هناك خطوط قبلية، هناك خطوط عن طريق مارب، هناك خطوط عن طريق الموظفين، هناك النقابة يستطيعون يتواصلون. بالتالي تسليم المرتبات إلى مثل إلى 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 يعني أسادة الجامعات وإلى موظفين المتواجدين في العاصمة صنعاء مسؤولية السلطة الشرعية وليس الانقلابيين. صحيح أنهم هناك صراع وهناك هم الآن يحاولون عدم تسليم الأوراق والداتا، لكن المسؤول على كل ذلك السلطة الشرعية حتى تسحب من الانقلابيين أهم عنصر لممارسة السلطة الواقعية. طيب دكتور، ينضم إلينا الآن في نقاشنا لهذه الحلقة الأستاذ زايد جابر الباحث والكاتب. مساء الخير أستاذ زايد. دكتور زايد مساء الخير، أهلا وسهلا فيك. إذا ما تحدثنا عن التدمير الممنهج للعملية التعليمية وما تبقى كذلك من ركائز مؤسسية ضمن مشروع الدولة، لماذا يقوم بذلك الحوثيون أو ميليشيات الانقلاب بشكل عام؟ الحقيقة يعني الحوثية هي يعني لم يكن مجرد انقلاب يعني انقلاب عسكري على أرضية دولة قائمة والجمهورية، هي يعني انقلاب جذري على كل مكونات المجتمع وعلى يعني منجزاته التاريخية، وبالتالي هي محاولة يعني لإعادة صياغة البلد وإعادة صياغة الهوية ويعني
هم يسابقون الزمن يعني في محاولة ترسيخ فكرة ونظرية الاصطفاء الإلهي وإعادة صياغة البلد بفكرهم. وبالتالي يعني التعليم أحد العوائق، والمؤسسات التعليمية أحد ينظرون إليها كعدو منذ قيام الثورة في 62، ويرون يعني ضرورة السيطرة عليها وإعادة صياغتها بالشكل الذي يخدم مشروعهم السلالي والعنصري. وبالتالي يعني هذه الأعمال لا تأتي من فراغ، هم يسابقون الزمن يعني إما بتدمير التعليم والجهل أو إعادة يعني صياغته بما يخدم مشروعهم مستقبلا وبما يعني يضمن الضخ مزيد من المقاتلين ويعني المنخرطين في هذا المشروع التدميري. طيب أستاذ زايد، أنت تحدثت على يعني محاولة مواجهة العلم منذ ثورة 62، يعني عندما ظهر المشروع الحديث ظهرت أثاره نوعا ما بالنسبة لليمنيين، لكن هناك من يطرح أن الأمر له علاقة وارتباط بإرث الإمامة لدى الحوثيين غير المتصالح مع التعليم وغير المتصالح مع العملية التعليمية، هل تتفق مع ذلك؟ نعم، هو يعني بالأصل الإمامة يعني وفكر الإمامة ويقوم على التجهيل منذ وقت مبكر، يعني حقيقة فكرة الاصطفاء الإلهي ونظرية الإمامة لا يمكن أن تمر ولا يمكن أن تقبل إلا في بيئة جاهلة، ولهذا منذ وقت مبكر ولا إما مارسوا ذلك مبكرا، يعني المطرفية في القرن السادس الهجري، يعني الإمام عبد الله بن حمزة قضى على كل مدارس هذه الفرقة رغم أنها كانت زيدية، لأنها كانت بدأت تنشر التعليم في مناطق القبائل وحسوا بالخطر. حتى في العصر الحديث الإمام يحيى حميد الدين بعد خروج الأتراك قام يعني بإلغاء المدارس والكليات التي كان قد بنيت في عهد الأتراك، وعادوا الناس إلى الجهل، وهناك رسائل متبادلة من شخصيات كبيرة بعضها تولى يعني مناصب دينية وغيرها بعد قيام الثورة، وهي تحذر من يعني وجود التعليم في مناطق القبائل. وبالتالي هذه فكرة إن الناس لا يمكن أن يقبلوا أن يعودوا إلى الخضوع لهذه الفكرة التدميرية ولهذه الجماعة ولهذه السلالة إلا في مناطق الجهل، وللأسف أنه في النظام السابق يعني عامل على تجهيل الناس أيضا، ويعني لأن دائما الطغيان ومن يسعون إلى يعني التسيد على الناس وإلى الاستبداد تكون وسائلهم متحدة، فعمل على تجهيل هذه المناطق، وهو أمر استثمره الحوثيون وعملوا على تجفيف منابع التنوير في كل مناطق التي يسيطرون عليها، باستثناء يعني قيامهم بتعليم خاص يضخ يعني هذا الفكر العنصري ويضمن بقائه وديمومته من خلال الشحن الديني والعنصري ويعني الذي هو أقرب إلى الجهل أصلا. يعني أستاذ زايد، هل أفهم من كلامك أن الإمامة والمشاريع التي تتعلق بها أو تتبنى هذا الفكر هي تبدأ عندما يبدأ الجهل وتنتهي حين ينتهي؟ نعم، يعني ولهذا نحن نقول الإمامة قبل أن تكون دولة هي كانت فكرة، وإذا كانت الإمامة قد سقطت كدولة ونظام سياسي عام 1962 فإنها كفكرة ظلت قائمة، وكان يعني محاربتها يتم عن طريق التعليم ونشر الوعي وما إلى ذلك. للأسف أن المناطق صعدة وغيرها أهملت في فترات من الفترات وكانت هذه النتيجة، وبالتالي ستظل هذه الفكرة ما بقي الجهل قائما في هذه المناطق، هي فكرة ضد العلم، فكرة ضد الحرية، يعني وبالتالي يعني ستظل هي حريصة على يعني تجفيف منابع التعليم الحقيقي والتنوير في كل المناطق التي تسيطر عليها، لأنها فكرة يعني أساسا لا يمكن أن يتقبلها إلا مجتمع يعني مغيب عن الواقع وعن الحقائق وعن التعليم. وبالتالي هذه يعني عبر التاريخ ظلت هذه الفكرة لم تصمد في أي منطقة في العالم العربي والإسلامي، فكرة الاصطفاء الإلهي ونظرية الإمامة، إلا في المناطق التي ظلت خاضعة لسيطرتهم وحرصوا فيها على نشر يعني الخرافة والدجل والتجهيل الممنهج. الكاتب والباحث زايد جابر كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا جزيلا لك. أعود إليك دكتور،
لماذا يصر الانقلابيين على إبقاء البنك المركزي؟ يعني بالعودة إلى النقاط التي كنت بدأت تتحدث فيها عن هدف الانقلابيين لإيجاد حكومتين أو مركزين بداخل الدولة، لماذا يصر الانقلابيين على إبقاء البنك المركزي في صنعاء بشكل منفصل على عدن؟ هل يأتي ذلك فعلا في سياق تأكيد فكرة وجود مركزين بداخل الدولة الواحدة؟ لا، هم يعني عندما كما قلت لك يعني عندما تم تشكيل المجلس السياسي الأعلى قطع مع الموقف التشاوري والوضع السياسي السابق، يعني تم الإعلان، بالتالي خلقوا واقع جديد، ومن هنا أنت لا تتحدث عن مرجعيات، هناك كيان جديد ثم حكومة، بالتالي هذه الخطوات تقطع مع كل ما تم إنجازه من فيبيل وجنيف والكويت وكل ما تم طرحه، لأن تلاحظ الحوثيين لو تابعت مطالبهم لم تتغير منذ الجنيف وبيال والكويت، هي لا شرعية عبد الرب منصور هادي، تشكيل حكومة وفاق وطني أو شراكة، بالتالي لا حديث على الانقلاب، مناصفة تماما كالسبعينات، يعني أنه المخلوع صالح يستمر كمنظومة فساد ومؤسسة أمنية، الحوثيين موجودين في السلطة كطرف أصيل، طبعا طرفين وطرف ضعيف السلطة لأنه ما زال غير مسيطر على الجغرافيا وهناك مشاكل في الجغرافيا المستعادة، ومن هنا هذا مشروعهم لم يتغير نهائيا حتى اللحظة، وبالتالي عندما وجدوا أنهم وصلوا للنقطة الضيقة في الكويت للتوقيع والانسحاب وهم يريدون تشكيل حكومة واحدة، انتقلوا إلى مجلس سياسي ليخلقوا مركزين، ومن هنا السلطة اعتقد اتخذت قرار إيجابي متأخر ولكنه مهم في نقل البنك المركزي، لأنها ارتكبت كارثة ببقاء البنك المركزي لديهم، أي أنهم كانوا سلطة واقعية باعتراف السلطة الشرعية في الرياض بهم كسلطة واقعية عندما يدفعوا مرتبات البنك المركزي. عندما نقل البنك المركزي الآن ينبغي سرعة اتخاذ إجراءات، كما الحوثيين كما أتفق مع العزيز زيد جابر عندما قال أنهم يسابقون الزمن، على السلطة الشرعية أن تسابق الزمن في العمليات العسكرية، هم الآن يحدثون تغييرات سريعة ليس فقط ضد السلطة الشرعية حتى ضد المخلوع صالح، لأنهم يريدون المخلوع صالح متواجد في المؤسسات من خلال منظومة الفساد من خلال الولاء، بالتالي هم يريدون البقاء كمنظومة ككيان موازي داخل الدولة يجتث أيضا جماعة المخلوع صالح ليس فقط السلطة الشرعية، ليبقوا ككيان مؤثر في المفاصل، ومن هنا يسعون إلى إيجاد الحالة الليبية، وهذا يعني يلعبون عليه، بنك مركزي، سلطة شرعية، هنا برلمان، هناك برلمان، لذلك أعتقد أن عبد الرب منصور هادي بدعوته إلى دعوة هيئة الرقابة على الدستور خطوة إيجابية، لأنه عليه أن تستمر العملية السياسية والعملية العسكرية تتقدم حتى لا يحدث هذا الكيانين الذي، والآن ستلاحظ هناك دعوة من خلال ضرب البوارق، دعوة للتدخل الدولي إلى المنطقة لإضعاف هيمنة الدول التحالف للتحكم في الملاحة وفق القرار في 2016، يصبح الآن أمريكا والدول الكبرى ستتجه لحماية الملاحة الدولية كما حالة الصومال، بالتالي هنا سيتوقف المعارك تحت الضغط الدولي، وبالتالي هنا حكومة وهنا حكومة نلتقي كتسوية، وهذا خطير، لذلك نحن نتسابق مع الزمن من خلال سرعة العملية العسكرية باتجاه صعدة، باتجاه صنعاء، استعادة تعز واستدعاء هيئة الرقابة على الدستور لتحقيق الصالح العام، لا حديث عن أن المخلوع صالح كطرف، نحن ليس في مرحلة وفاق، نحن في مرحلة ما يسمى تحقيق إرادة الشعب وتحقيق الصالح العام، والحوثيين ليس طرف أصيل في المبادرة الخليجية، بل تم قبولهم بقناعة إيجابية لدينا في المرحلة السابقة بضرورة الاعتبار لهم وإدماجهم بالحياة السياسية، وارتكبنا خطأ بذلك. المخلوع صالح لم يعد طرفا أصيلا لأنه يعني انقلب على الاتفاقيات ومنح الحصانة ومنح نصف السلطة، ولكنه لم يحترم كل هذه المواثيق، ومن هنا على الرئيس عبد الرب منصور هادي الذي انتخبته الجماهير أن يتخذ الإجراءات التي تحقق مصالح الشعب من خلال الذهاب نحو ممارسة السلطة لسيادتها والاستفتاء على الدستور والذهاب وبقاء حصر الجماعة الانقلابية في مجال جغرافي، وبالتالي لا حاجة لدول التحالف ولا حاجة للقرار في 2016 على هذه الدولة الموجودة في الجغرافيا والمؤسسات أن تخضع الجماعة الانقلابية لسلطة القانون وسيادته بدعم الدستور المحلي والمبادرة الخليجية ولآخره بعيدا عن القرارات الدولية. وربما في نهاية المطاف هناك حاجة لأخذ زمام المبادرة، لكن أدعو في آخر الحلقة أدعو بعجالتكم أدعو زملائي هيئة التدريس في جامعة صنعاء
بأن يعني أن نحن نقدر ظروفهم ولا لا تحدث من الخارج ويقول ربما أنا أتحدث نحن نعاني مثلهم بالخارج، لسنا في بذخة من العيش، ولكن نقول ينبغي أن نعيد للجامعة دورها، ويجب أن لا نذهب إلى أعمال يعني يومية، علينا أن نذهب إلى ما هو منتظر منا من المجتمع بالقيام بأدوارنا في المقاومة وفي إحداث التغيير. أشكرك دكتور عبد الباقي شمسان أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء، كما أشكر جميع السادة المشاهدين على حسن المتابعة والإنصات. إلى حين الملتقى مشاهدينا الكرام، هذه تحياتي أنا وجيه السمان وتحيات طاقم العمل التحريري والفني، إلى اللقاء.